السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلات الطبخ زهرة. الوصفة اليوم إن شاء الله ممكن نسميوها كيك أو طاخت أو حتى فلون. كل هاد التسميات كتناسبها، كتجي لذيذة بزاف، ممكن تقدموها في فطور أو في الكوتي لأطفالكم، فمضمون أنهم غادي تعجبهم. المكونات ديالها بسيطة جدا، وفيها مكون كنكونوا تقريبا استغنينا عليه، واللي هو الخبز اليابس، يعني اللي كيكون فقد الطراوة ديالو. من الأحسن تستعملوا خبز الفرنسي يعني الباغيت، أو حتى البريوش اللي كيكون منكه بالفاني، من اللي ما كيبقاش طري ممكن تستعملوه. كناخدوه وكنقطعوه قطع صغيرة يعني مربعات، كنوضعوه في إناء على هذا الشكل، وكنضيفوا عليه كمية من الحليب تقريبا 4 لتر أو أكثر، وكنبقاو نحركوه مرة مرة حتى كيتشرب الكمية الحليب كاملة. وإذا دعت الضرورة ممكن تضيفوا كمية إضافية إذا بان لكم بأن الخبز باقي ناشف. مرة مرة كنضغطوا حتى كيولي أرطب. بالنسبة لكمية واحد خبز فرنسي كنحتاج له 6 ديال البيض، كنحتاج له النكهة ديال الفاني، ونصف كاس العنبة ديال السكر يعني تقريبا 60 غرام. كنضيف الكل على البيض وكنحرك بدون إضافة الملح، لأن الخبز فيه ملح مسبقا. كنحرك شي شوية حتى كيدوب السكر، وكنحط المكونين بزوج جانبا. ثم كناخد قريبا 100 غرام ديال السكر، كنوضعها في إناء، كنوضعها على نار متوسطة بدون ما نحرك السكر. كنخليها حتى كتولي كراميل بالشكل اللي كيبان لكم، ما كيبقاش فيه الحبوب ديال السكر وكيولي اللون ديالو بني. في هذاك الوقت كناخد إناء خاص بالكيك وكنفرغ فيه الكراميل وهو سخون، وكنحاول نحركه باش كياخد الشكل ديال قعر الإناء. كنحطو جانبا وكندمج العناصر كاملة، البيض مع الخليط ديال الخبز والحليب، وكنفرغو فوق الكراميل. كناخد إناء أكبر، كندير فيه الماء يكون قريب من مرحلة الغليان، كندخلو الفرن على درجة حرارة متوسطة. بالنسبة للفرن الكهرباء العادي والغاز كنشعل عليه من الأسفل وكنخليه حتى كيطيب، تقريبا كياخد 35 حتى 40 دقيقة، ثم كنشعل عليه من الفوق كياخد اللون وكنخرجه. أما الفرن الكهرباء اللي بالمروحة فأنا كنشعل الفوق والتحت وكندير درجة الحرارة متوسطة وكنخليه حتى كيطيب وكيشد اللون اللي بغيت وكنخرجه. كنزوله وكنوضعه فوق منديل، كنخليه حتى كيدفى وكنقلبه في صحن التقديم بالشكل اللي كتشوفوا. كنخليه حتى كيبرد تماما وكنزينه. بالنسبة لي زينته بالقليل من كريم شانتيي اللي حضرته من كريمة سائلة مخفوقة مع القليل من السكر حتى كيعقد وكيولي تقيل، وكذلك بعض الحلويات أو السكر ملون بالأشكال مختلفة كيف كيبان لكم. ممكن ترافقوه بالكراميل السائل اللي تحضروه في البيت، أو ديروا كيف حالي. أنا درت القليل من مربى ديال الفريز، زدت عليه القليل من الماء وسخنته ثم صفيته وعطاني خليط كيف حال السيرو اللون الأحمر، وزينت به من الفوق وكذلك رفقت به طبق. هو طبق بسيط جدا، لكن كيعطينا فرصة أننا ما نضيعوش الخبز اللي عندنا في المنزل. هو هذا التقديم النهائي، وكيف كتشوفوا في الأكل ديالو كيجي في حالة كتاخدو الفلون. نتمنى الوصفة اليوم تكون عجبتكم، تلاقوا في وصفة قادمة إن شاء الله أحبائي.